لكن لو قيل كسوف الشمس وخسوف القمر يخبر عنهما، فالجواب أن هذا ليس من معرفة علم الغيب. لما؟ لأنه يرجع إلى حساب، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، من أن كسوف الشمس وخسوف القمر يمكن أن يكون، بل قال يكون بالحساب، وذكر كلاما طويلا لا يتسع المقام لذكره. والدليل: الشمس والقمر بحسبان، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا.